الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فمن جاء ليعلم الناس مكارم الأخلاق هو أول من تحلى بهذه المكارم حتى شع نوره في أرجاء الأرض. فأول ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم قال متواضعا، والتواضع من مكارم الأخلاق، إنما بعثت فقط لأتمم مكارم الأخلاق. ثم زاد النبي صلى الله عليه وسلم تواضعا وقال مثلي ومثل من قبلي كمثل رجل بنى بيت وشيده إلا موضع لبنة، طوبة في قصر، قال وأنا اللبنة. أي تواضع هذا وهو إمام المرسلين وسيد الخلق أجمعين؟ القضية كان التواضع من النبي عليه الصلاة والسلام، ما كانتش أبدا توصيف للواقع. وإلا لو نظرنا في الواقع ونظرنا في الأمم السابقة التي كانت قبل النبي صلى الله عليه وسلم، لوجدنا قوم نوح. قوم نوح دعا عليهم نبيهم وقال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. لي يا رب؟ إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. سيدنا نوح بيكلم ربنا سبحانه وتعالى. إذن هذه الأمة التي أغرقها الله جل وعلا وأهلكها، هل كان فيها أخلاق حميدة؟ هل كان فيها من مكارم الأخلاق شيء؟ لا، إلا القلة التي كانت مع سيدنا نوح عليه السلام. كذلك قوم سيدنا موسى عليه السلام حينما ضرب عليهم التيه في الأرض وتاهوا في الأرض، أين كانت مكارم الأخلاق في بني إسرائيل الذين قتلوا 70 نبيا؟ لا أقول رجلا أو امرأة ولا حتى رجلا صالحا، إنما قتلوا 70 نبيا ولم يطرف لهم جفن. أين كانت مكارم الأخلاق؟ كذلك حينما تنظر إلى قوم عاد وثمود الذين أهلكهم الله سبحانه وتعالى، وتنظر إلى قوم لوط الذين اقتلع الله جل وعلا بهم الأرض وخسف بهم الأرض، أين كانت مكارم الأخلاق؟ فمن يتأمل في هذا الحديث الشريف يأتي وينظر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متواضعا. حتى قريش، قريش يقول لك ده كانوا أهل شهامة وأهل نخوة وأهل كرامة وأهل كرم. طيب، الكرم في العصر الجاهلي كان إزاي؟ لما تيجي ينزل نص قرآني من السماء ويقول لك أدي الكرم، تجيب الكرم بتاع المشركين قبل الإسلام، هتشوفوا كرم ولا مش كرم؟